هل يرفع المصلي يديه عند تكبيرات الانتقال في الصلاة، وإن لم يكن في جميعها ففي أيهما يكون رفع اليدين عند التكبير، مثلا عند الرفع من الركوع وعند السجود؟ نعم، الذي ثبت الرفع اليدين عند التكبيرات في الصلاة هو عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع. هذه المواضع الثلاثة ثبت رفع اليدين فيها، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة للركوع وعند الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده. وهناك موضع رابع يراه بعض العلماء، وهو عند القيام من التشهد الأول. هذه المواضع التي ترفع الأيدي عند التكبير فيها في الصلاة، وأما ما عداها فلا ترفع فيه الأيدي. نعم.